تنضم معنا أسماء جبري، اختصاصية تغذية من غازي عنتاب. يسعد صباحك أسماء. صباحكم يا رب، أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم جميعا. يعني نحن هلا اكيد في جمهور كبير لمحبي المته عم بيسمعوا هاي الفقره وعم بدهم يشوفوا فعلا شو فوائد المته، وهل فعلا في تاثير ايجابي للجسم بشرب المته؟ صحيح يا رب. هلا مبدئيا انا اهم معلومه بدي اطرحها اليوم وهي مناسبه جدا لفكره المته، انه نحن ما عندنا صيدليه اعشاب ببيوتنا، فلما بيكون الواحد متيقظ لفكره انه انا مو بس يكون عندي صيدليه دوائيه كيميائيه ببيتي، يكون كمان عندي الصيدليه العشبيه. لانه بدون ما نعرف وبدون ما نحس كميه الفوائد اللي موجوده بالنباتات اللي نشات بوسط فطري وطبيعي من التراب او الشمس او الهواء، مختلفة تماماً عن التركيب اللي نشأت بوسط كيميائي. المتة مبدئياً بتساعد كتير بحرق الشحوم، بتساعد كتير بمضادات الأكسدة العالية اللي فيها، إن هي مضادات سرطان، هي من الأشياء اللي حتى فيها مضادات الالتهابات، الأنتيبيوتكس فيها كتير مرتفع، مثل الفلفل وبعض أيضاً أنواع الشاي التانية يلي موجودة بحياتنا بس ما كتير بنعطيها انتباه. طيب يعني أسماء حتى بيقولوا لشربين متى أو بينصحوا الأشخاص اللي عندهم مثلا بحص بالكلى أو يعني عموما لموضوع البحص، أنه شربوا كتروا متى، هل فعلا ممكن يلاقي نتيجة مريض الحصى بأنه يشرب متى؟ هلا هي ممكن تخفف من نسبة الأملاح اللي موجودة بالجسم أو ترسبات الأملاح بالكلى، بس أنا النقطة الأهم عندي إنه أنت كيف عم تتناول هذا العشب، يعني إن كان متة أو ليمون أو شو ما كانت العشبة اللي أنت عم تتناولها. في عندي عاملين أساسيين في تحقيق فائدتها وجودتها. العامل الأول أنا مع شو أخذته، العامل الثاني شو الكمية اللي أخذته فيها. حجيب مثال صغير، إذا أنت بدي أخذ ليمونة صباحاً، فهي الليمونة إذا أنا أخذتها مع خل فممكن تعمل لي تقرحات بالمعدة، وهي الليمونة نفسها إذا أخذت منها 20 ليمونة ممكن يصير عندي مشاكل لا نهائية ابتداء من جفاف العظم، الأسنان أو خشونتها إلى حرقة المعدة. فالمثال اللي بقصد فيه الكمية ومع ماذا. إذا أنت عم تأخذ المتة مع 4 معالق فأنا ما بضمن لك الفائدة، بالعكس مثل السكر الأبيض اللي نحن عم نستخدمه نكون مقتنعين أنه هو مصنع كيميائيا وليس قصب السكر اللي الله خلقه. فأنت لما عم تأخذ هذا المنتج وتفوته لجسمك بكميات كبيرة مت مثلا مع كتير من السكر، فأنا ما حأضمن لك الفائدة أنك تصفي الكلى وتنقي الجسم وتحسن دورة. مشان هيك أنا أسماء ما بشربها لأنه ما بتنشرب معي إلا مع السكر، استغنيت عن الموضوع. بس كمان بيقولوا انه كثير مفيده للناس اللي ما بتشرب مي، يعني اللي خلص بيحط ابريق المته وبيقعد خلص، انه على القليله في سوائل يمكن عم تدخل لجسمه. وبيقولوا صحيح هي بتنفع بموضوع الدايت. هلا صوت عم بيقطش شوي اسماء. بتنفع اكيد روان، لانه شو اللي بيصير يعني هي بتساعد بتكسير الشحم، بتساعد ولكن بتساعد. في ناس كثير اخصائيين تغذيه بيعطوكي وصفات انه هي رح تنحفي عليها، الموضوع مو صحي. في شيء بيساعد على حرق الشحوم وضبط راس المعده او تخفيض الشهيه، بس ما في مشروب سحري بنحف. هي واحد. اثنين، بدون سكر انا بفضل انه نحن نعود حالنا اصلا، يعني لانه السكر فكره ادمانيه، فلما انت جربتي تتحدي نفسك تتوقفي عنه شهر وترجعي بعد شهر ما حتلاقي حالك بتحبي سكر، حتلاقي حالك مدمنة على السكر. هو مو نكهته الطيبة، هو إدمانيته بالعقل اللي مسببه طبعا. الشغلة الثالثة اللي سألتيني عنها أنه بدال المي، لا مو بدال المي، أي نوع من أنواع ما في بديل للمي. بالعكس، بعد كاسة الشاي أنا بفضل يكون في كاسة مي. المي الصافي ما في شيء خارجي، هو الاساس وشرب الماء يعني، وجعلنا من الماء كل شيء حي. في بلس، في شغله كثير مهمه بدي احكيها، كثير عدد كبير من كبار السن بيتوفوا بسبب نقص شرب الماء، لانه بعد فتره بصيروا بيرجعوا ما بيقبلوا انهم يشربوا. فانت ما تعود حالك انه انا تركت على شاي معين بدل المي، لا انتبهوا،
بدكم تركزوا على شرب كميات كافية من الماء يوميا، والشاي خليه بأوقات معينة. يعني أنا ما عندي مشكلة تاخذ كاستين أو فنجانين، فنجان الصبح فنجان بالليل، أو ثلاث فناجين بالليل، ماشي تساعد على النوم ترخي الأعصاب، بس ما يوصل ل 16 فنجان هون أنا صار عندي إفراط. طب اسمع، إذا بنضل بموضوع المتة، نعم قد يسبب في ناس لأنه بتبالغ بالموضوع، مثل قصة الليمون رح تسبب، رح تبلش معي كمية من الأعراض السلبية. صح هي مو مادة كيميائية، وصح هو أعشاب وما في أضرار بس جانبية، بتأثر بشكل بس كترة سلبي. الأعشاب بالنهاية يعني المتة إذا كتروا منها ما حكينا عن سلبياتها أبدا. يعني الموضوع المتة شو السلبيات أو المضار اللي ممكن أن تأثر على موضوع الجسم؟ ممكن تسبب مشاكل هضمية مباشرة، وممكن يصير إفراغ مباشر للمعدة، وأنا هذا الشيء اللي ما بدي إياه، لأنه ما بتلحق المعدة أصلا تمتص الخيرات والفوائد اللي بالأكل. وممكن كمان كتير في بعض الناس يعني في كل شخص ممكن تجي عليه شكل، يعني في أشخاص بتجيهم تعمل لهم هذا التوتر. في ناس عن جد بتعطيهم التوتر، في ناس بتعطيهم أنه هن بيتبالوا بيصيروا بدون ينام. فأنا اللي بيهمني بالأساس لا الإفراط ولا التفريط، نعم الشخص لا مبالغ بأنه يشرب كبيرة ولا أنه هو يمتنع نهائيا تماماً، حتى أي شيء بالحياة تماماً بشكل منطقي وما في شيء بيعود عن المي تماماً. بدنا نشكرك أسماء جبري اختصاصية التغذية، كنت معنا من غازي عنتاب، نهارك سعيد وشكراً لهذه المعلومات. شكراً لكم، صباحكم.